الموناليزا و16 لوحة في ضيافة الجزائر. هذا العرض فرصة لعشاق الفن للتعرف على أعمال أحد أشهر الفنانين الإيطاليين ليوناردو دافنشي. هي لوحات رقمية، لكنها تسمح لنا باكتشاف هذه اللوحات الفنية التي هي نسخ طبق الأصل وتلوم كل التفاصيل والشخصيات، لكنها معالجة بطريقتان مختلفتان. وما لفت انتباهي هو مدى اختلاف الألوان والإضاءة، حتى وإن كانت نسخة طبق الأصل لكن تبقى تقليد. التكنولوجيا سمحت بسفري إلى عالم أشهر المبدعين والتعرف على أشهر أعماله الفنية المعروضة بقصر الثقافة مفتي زكريا. هذه التقنية الرقمية تمنح فرصة فريدة للوقوف أمام أعمال ثمينة يصعب الوصول إليها. عرض أعمال ليوناردو دافنشي في العاصمة فعالية متميزة، فرغم أنها ليست بالأعمال الأصلية لكنها أنجزت بطريقة تسمح لنا برؤية جمالها وذكاء هذا الفنان الذي شرفنا هنا. تحيا التكنولوجيا. هل تعتقدون أن موناليزا ستأتي للجزائر وتعرض هنا؟ هذا مستحيل. هذه طريقة مختلفة وغير عادية تسمح بعرض فنان عظيم مشهور عالميا للجمهور الجزائري. ليس بإمكان الجميع زيارة متحف اللوفر. هذا العرض المميز المفعم بالمشاعر يذهب بالزائرين إلى عهد فنان إيطالي جسدت أنامله تحفاً فنية لم تمحها 500 سنة من رحيله.